بن سنان المصري من كراماته كانت له جنية، وكانت إذا عطشت بسط يده فتأتي سحابة فتسقيها حالا. قدس الله سره، وما ذلك على الله بعزيز. ها سيد الدسوقي قول كلمة. يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راجع من دفن أمه في الأبواء، فحاضنة أم أيمن عطشة، فنزل لها رشاء من السماء، رشاء شربت منه فلم تضمأ بعدها. اللهم صل على سيدنا محمد. موجود في كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ الفضل عبد الحميد. الله أكبر. اللي كان في درس في أي نعم. القاهرة. الله أكبر. وناس كثير لا تؤمن بهذا الكلام. المؤمنش خليه. فضل الله كبير. المؤمنش خليه. ده بل أكثر من ذلك، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما 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 المرأة التي كانت تخبز ونصح أنا يعني ما فهمش معنى دي واردة في حياة الصحابة بتاعت الكندهلاوي، إن يعني قال لو سكتت وما قالتش كلمة أخرى كانت تستمر الفرن تطلع خبز إلى يوم القيامة، بس هي قالت كلمة راح تنقض الموضوع. ليه تم أبو رافع مولاه لما قال له أيوة ناولني ذراع، وكان يحب لحم الذراع. نعم. قال له ناولني ذراع، فأكل. قال له ناولني ذراع، قال له يا رسول الله وهل لشاتي إلا ذراعان؟ قال له والله لو سكت لضللت تناولني ما سألت. الله وهذا الله موجود في المواهب اللدنية. حسن. موجود في حتى الشيخ سعد الله سراج الدين جيف، وقال منها برضه أنه ترك صاعا من شعير لعائشة رضي الله عنها قاعد يبقى فيه مدة. أيوة. فلما كالته فنية. الله، لما حددته بقى. لما حددته فنية يعني خلاص. قال ولا يتعارض هذا مع حديث كيلو الطعام بارك لكم فيه. إيه؟ إنما هذا عند البيع والشراء ليعرف المقدار. نعم. أحسنت يا سيدي، بنفتح عليك. ويجدك من الخير يا شيخ دسوقي. وينفعنا بك. وبالصالحين. يا عم الله. قولوا آمين. آمين. إلهي آمين. ويخرج من بيننا المنافقين. والشياطين. مش عايزين لمز وبندر. بس خفوا. لا تلعبوا مع بعض بالنار. لا نغمز ولا نلمز يا أخي.